هذا اللعيب المختار تمريره فرصه والهدف هدف تعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي. واخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو إن شاء الله فاش غنحاولوا نهضروا على المباراة الأخيرة ديال المنتخب الجزائري والمغربي. المنتخب ديالنا المغربي بطبيعة الحال اللي جاب واحد التعادل وبطبيعة الحال راه تأهل، ولكن الجزائر منتخب الجزائر تقصى من المنافسات ديال بطولات الشبان. في هذا الفيديو غنحاولوا نستعرضوا بعد التصريحات ديال الجزائريين او القنوات الجزائريه اللي كتعبر على واحد الحقد دفين في اتجاه كل ما هو مغربي. هنا اولا غنحاولوا نشوفوا هذا الهدف ديال التعادل ديال المنتخب المغربي. شوفوا تبارك الله الهدف كي داير مرة أخرى لحميد إتبوتليل باش تخدمات، وهذا راه في وسط الجزائر، راه قليل فاش غتغلب المنتخب ديال الجزائر. شوف تبارك الله، شوف التمريرة تبارك الله، راه بحال الشبان بحال شوف تبارك الله، شوف مرة أخرى التوقع في حمزة الميدان، وشوف تبارك الله بحث الحلول لاحظوا التراجع الكلي لاعبي ديال المنتخب الجزائري في نصف الملعب يعني في التيران ديال الجزائر. هذه فرصة رفعت الكرة نقطة رأسية هذه الخطورة، هذا اللعيب المختار تمريرة فرصة والهدف هدف تعادل لفائدة المنتخب الوطني المغربي. كما قلت لكم اخوتي واحد العدد ديال ردود الافعال كثيره بزاف على هذا التعادل وهذا الاقصاء، وصلت حتى للسب والشتم والانتقاص من كل ما هو مغربي. وبطبيعه الحال راه اي حاجه مغربيه راه كنعرفوا الجزائريين ما كيحملوهاش وما كيقبلوهاش. وبلي تصفحت لقيت واحد العدد القنوات دائما كيحاولوا يقذفوا يعني المغرب. نشوفوا نتفرجوا في هذا الفيديو نشوفوا شنو كيقولوا علينا. شوف دابا هاد الشيء راه صور قديمة على واحد الهد، ولكن هما كيسكوها بأنها راه حنايا ديما كنتعداو على الناس وحنايا ما كنحترموش حقوق الإنسان. تقول أنت هاد الجزائر هادي راه معيشة ناسها كما عايشين في امريكان او عايشين في جابون. الا سمعت الجزائر ولا سمعت هذه الهضره تقول تبارك الله هنا نبات. وهذا الحقد كما قلت لكم اخوتي راه كيتمشى حتى المستوى انه الاتهام ديال المغرب ب يعني الرشوه ديال الكونفدراليه الافريقيه وحتى الفيفا، و سيرتو بانه عندنا واحد الشخص مهم بزاف اللي هو فوزي القجع راه ما كيحملوش. هاد فوزي القجع راه شحال من مره كيقول لك راه هو كيتحكم في الكونفدراليه الافريقيه كيرشي هادو الحكام الى اخره. بحال انك انت مثلا كيلعب المنتخب غيقول مثلا زياش راه غيماركي في هاد الدقيقه، ولا هاد حكيمي مثلا غيماركي في هاد الدقيقه، يعني داكشي تكتب. ولكن هاد الشيء راه ما منوش المغرب تطور. ولكن ملي كنقول هاد الهضره راه ماشي كلشي الجزائريين كيقول هاد الشيء، ولكن كاين فيهم الاغلبيه، ولكن هادو اللي كيكونوا في الاعلام، ولكن كاين ناس اللي كيقولوا الحق. مثلا هاد الشخص ماشي كيقول الحق ولكن كيذكر المغرب بطريقه اخرى، يعني حتى داك بعض المرات ما كيبغيوش نتصنتوا لهاد الشخص، ما كيبغيوش حتى يذكروا المغرب بهاد العباره هادي. تصنتوا شنو كيقول؟ راه كيهضر على المغرب وري لي بلاد نيمبورت كيل بي او مون، خلينا من لوروب ولا نهضروا هذوك اللي راهم يا سيدي من خوف او اون فوا ديفلوبمون بور نو با دير اوتر شوز. وري لي بلاد يقول لك لي ديتياس تاع الكلوب يعني من الجزائريين سيرتو المغاربه، لان المغاربه واخا كنت ما كيكثروش من هاد التعليق هادو هاد الحقد هذا. هاد الشيء راه تدار من واحد الوقت ديال داك بومديان وداك عبد القادر الامير عبد القادر ديالهم، هادو اللي زرعوا فيهم هاد الحقد. لان كلشي اي حاجه راه مغربيه راه ما كيحملوهاش اي حاجه كانت واحد الوقت غير في دوك الاوساط ديالهم ديال السياسه، ولكن واحد الوقت وصلت حتى الشعب، لانه هما كيوهموا الشعب بان اي مشكل وكاع المشاكل اللي عايشين فيهم راه بسببنا حنا، بسبب
المغرب، وبطبيعة الحال ديما كيحاولوا يخلقوا المشاكل باش يعني يغطيوا على دوك الفشل ديالهم الذريع والمشاكل ديالهم اللي كتخبط فيها الجزائر. نتصنتوا مثلا هذا الشخص هذا اللي غيهضر على بطبيعة الحال على تنظيم ديال المغرب ديال كأس إفريقيا بطبيعة الحال في 2025، وغيقول واحد الحاجة كتضحك. تصنتوا ليه؟ تحاولوا تصنتوا ليه؟ يبدو واضحا لحد الآن، ولأول مرة في تاريخ كرة القدم تنتهي التصفيات وبعد عام أو أكثر من عام باش تبدأ المنافسة الرسمية، وهذا أمر غريب جدا لم نراه تماما. للأسف الشديد كأس إفريقيا بالمغرب لحد الآن لم تتضح أمورها، وصراع بين الفيفا والاتحاد الإفريقي لتنظيم الآن تنظيم كأس العالم للأندية، حتى المغرب تريد تنظيمها في شهر جوان المقبل. كل هذه الأمور ربما تجعلنا دائما نقول لماذا نحن متواجدون في إفريقيا. تفضل. سمعتوا قال لك لماذا نحن هنا، علاش حنا في افريقيا؟ بطبيعة الحال انتم كتستحقوا تمشيوا مثلا تكونوا بين كندا وامريكان مثلا، ولا تكونوا جهه السويد والنرويج. بطبيعة الحال انتم راه ماشي دوله افريقيه ولكن دوله كارغوليا كما كيقولوا. غير هو واحد القضيه الاصدقاء، بغيت نعرف هاد التسميه ديال الكرغوليين او كارغوليا او ما عرفت شنو، واحد العدد ديال التسميات الاصل ديالها. حاولوا لا يخليكم تكتبوا لي في الكومنت يعني في التعاليق علاش كيتسموا الكرغوليين. ولكن كما قلت لكم اخوتي راه ماشي كلشي الجزائريين عندهم حقد دفين. هذا الشخص اللي غنوريكم دابا زعما برافو برافو ليه، كما كنقول برافو برافو. هذا الشخص هضر على المغرب بواحد طريقة زويونة، رغم أنه هنا راه كيهضر على المنتخب ديالهم ديال الشبان، ولكن هضر وشكر المنتخب المغربي وقال الحق. قال لك أودي أنا راه قلت الحق. تصنتوا ليه شنو كيقول؟ أثبتت مجددا أن الاعتماد المنتخب الجزائري لكل من الفئتين على اللعاب المحلي طريق حتمي نحو التهلكة. المنتخب الجزائري فاش كيعتمد على اللاعبين المحليين، ولكن خص يعتمد على اللاعبين، يخلط بين اللاعبين المحليين واللاعبين الاجنبيين يعني كما كيدير المغرب. وقال بالحرف لان كاين لا فيديو طويل ما قدرتش نديرو كل شيء، كيقول لك اودي بانه المنتخب المغربي كيستحق وهاربين علينا. راه قليل فاش كتلقى هاد الاشخاص هادو بحال هادو. بطبيعه الحال راه ماشي كل شيء كيهضر خايب على المغرب، ولكن كيبان ليا بانه حتى الناس اللي كيحاولوا يهضروا زوين يعني راه كيتعرضوا بطبيعه الحال للعقوبات. وهذا كل ما يتعلق اخواني اخواتي بالفيديو ديالنا حول المنتخب المغربي ونظيره الجزائري. بطبيعه الحال راه ابهر الكل بطبيعه الحال في انتظار المنافسات الاخرى بحول الله. ولا تنسوا إخواني ديما تعليق ديالكم والآراء ديالكم، وشكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو لاحق بحول الله.